انسى يا اكس انسى، انا مستحيل اسرق. ليه بس يا ابني؟ احنا مش متفقين من الاول؟ متفقين على ايه ان شاء الله؟ متفقين اننا هنعمل اي حاجه عشان اختراعك ينجح. بس كله الا السرقه يعني. امال لما جيت معايا وخدنا الفلوس والاكل من بتوع الدليفري ده كان اسمه ايه؟ سرقه طبعا. طب ولما جيت معايا وعملت فني ملوخيه وقشطنا الخزنه بتاعت حمدي جابر ده كان اسمه ايه؟ سرقه طبعا. الله، امال انت معترض ليه اننا نعمل عمليه البنك مع المعلم سيد معزه؟ لان المره دي الحكايه مش مجرد سرقه فلوس عاديه. امال الفلوس ايه؟ الفلوس دي فلوس الناس الغلابه، احنا كده هنمد ايدينا في جيب عم عبده. معلش لحظة واحدة، مين عم عبده ده؟ ده حد انت تعرفه؟ لا لا لا، بس اكيد في حد غلبان اسمه عم عبده. لما نسرق البنك هنسرق مرتبه، وهو ما حلتوش غير مرتبه، وبنته فرحة ما حلتهاش غير شرفها، ومستحيل تفرط في شرفها. انت بتقول ايه؟ هو انت اي عبط بيجي في دماغك بتقوله وخلاص؟ معلش انا انفعلت شويه كده، خصوصا لما تخيلت عم عبده بقى وحكايته وكده. يا عم مين عم عبده؟ انت تعرف حد اسمه عم عبده؟ لا. امال عرفنا بيه ليه لما انت ما تعرفوش؟ ده تخيل لحياه الانسان المصري الكادح لو راح البنك ما لقاش مرتبه، بطوله عم عبده. الله يخرب بيتك على بيت عم عبده بتاعك ده. ابوس ايدك يا مليجي، فكك من التخيلات الاوفر اللي في خيالك دي وركز معايا. حاضر. انت دلوقتي مشكلتك الناس الغلابه اللي هتروح مش هتلاقي مرتبها، صح؟ بالظبط. احب اقول لك ما تقلقش، لان البنك اكيد هيعوض الناس دي، وبعدين فلوس المرتبات دي الشركات هي اللي بتبقى حطاها في البنك، ولما تحصل السرقه الشركات اكيد هتحط فلوس غير اللي اتسرقت. ياه الحمد لله، طمنتني على عم عبده قوي. يا رب صبرني، لو جبت سيره عم عبده ده تاني هجيبه واقتله قدامك. ايه اكس انت اتجننت ولا ايه؟ عم عبده ده شخصيه من وحي خيالي انا، هتقتله ازاي؟ يا ده انت حالتك بقت صعبه قوي، يا ترى ايه اللي وصلك للحاله دي؟ مالكش دعوه بيا، وخلينا في موضوعنا، خلينا في اهم واخطر نقطه في العمليه. ويا ترى ايه اهم واخطر نقطه في العمليه؟ بعد ما ناخد الفلوس. هناخد الفلوس وندي النص للمعلم سيد معزه، وناخد احنا النص التاني. لا احنا هناخد النص الاول والنص التاني، ومش هندي حاجه للمعلم سيد معزه. ايه يعني هننصب على المعلم سيد؟ يعني انا ما كنتش موافق اشترك معاك ومعاهم في السرقه، تيجي انت وتقول لي اننا هننصب كمان على العصابه؟ ايوه ايه، هو انت فاكر المعلم ده هيسكت لما نضحك عليه؟ اكيد هينتقم مننا. المعلم معزه يا مليجي ما يعرفش مكان الملجا، صح ولا لا؟ صح. طب وما دام هو ما يعرفش مكان الملجا يبقى مستحيل يوصل لنا. لا ما هو ممكن يوصل لنا زي ما وصل لنا اول مره، هيخلي حماده فيستك يكلمني. طيب وايه المشكله لما حماده فيستك يكلمك؟ المشكله انه لما هيكلمني بقى هيقول لي ازيك يا مليجي عامل ايه، اقول له الحمد لله ازيك انت حماده تمام الحمد لله، يقول لي انت فين كده، هقول له بقى انا في الملجا السري النووي بتاعي وهكذا. طب وليه لما يسالك فينك تقول له مكانك فعلا، ما تقول له اي مكان تاني؟ اكذب؟ انت عايز نكذب يا اكس؟ اذا كنت هتسرق مش عايز تكذب؟ احب اقول لك يا اكس ان في حاجه مهمه جدا انت ما تعرفهاش عني. ايه بقى الحاجه دي؟ انا ما بكذبش، انا ممكن اسرق على فكره، ممكن اقتل، ممكن افرفت حواليا وانا باكل، لكن عمري ما كذبت ابدا. خلاص خلاص، لما حماده فيستك يكلمك يبقى اديني التليفون وانا هكذب عادي. ارتحت؟ انا بكذب. يا ارتحت جدا. نيجي للنقطه الاخيره، بعد ما ناخد الفلوس ونيجي هنا احنا هنبلغ عن المعلم سيد معزه، وبكده نبقى ساعدنا العداله في القبض على مجرم خطير. ايه مالك بتعيط ليه؟ انا صعبان على المعلم سيد معزه. طبعا انت مختل يا ابني، سيد معزه ده رئيس عصابه ومجرم، واحنا هندخله السجن ياخد جزاؤه. هو ده اللي مخليه صعب عليا، يعني واحد قضى حياته كلها في السرقه والنصب وكل حياته حرام في حرام، ننصب عليه وندخله السجن كمان؟ عيني عليك يا معلم سيد. انت مش هترتاح غير لما تشوفني مشلول وقاعد على كرسي بعجل. ليه بس كده؟ ليه بعد الشر عليك يا اكس؟ يا اخي ما قلت لك مالكش دعوه بيا، ورد على سؤالي، هتيجي معايا نسرق البنك ولا لا؟ هاجي معاك اكس. يا لهوي ده اغمى عليه، اكيد شرب سجاير على بطن فاضيه. هو مليجي طول كده ليه؟ كل ده بيقفل الكاميرات اللي في وحده التحكم. محدش يتحرك من مكانه، احنا مش عايزين نأذي حد. انا عن نفسي مش هتحرك من مكاني، مع اني واثقة ان العيون الخضرة دي ما تعرفش تأذي حد ابدا. ايه ده مالك انت؟ ايه اللي قومك من مكانك؟ الله انت مالك معصب نفسك كده ليه؟ الموضوع مش مستاهل، وبعدين هو ينفع حد يتضايق او يتعصب وميحة موجودة؟ ميحة؟ ميحة مين؟ انا ميحة، محسوبتك سميحة خزنة، بحل اي ازمة. اقعدي مكانك، انا مش قادر امسك اعصابي. حلو، ما دام مش قادر تمسك اعصابك يبقى حسيت بشعور ناحيتك. لا انا مش قادر امسك اعصابي من الريحه اللي انت حطاها دي. ليالي الشوق دي ولا بعيد عنك حياتي عذاب؟ يعني قمر وعسل وكمان دمك خفيف؟ لا 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 ده كتير عليا والله. لا كتير عليكي ايه؟ انت ليه مش فاهمه الموقف؟ انا واخدكوا رهين وبسرق البنك، يعني المفروض تبقي خايفه. طب ما انا هموت من الخوف، بس انا لما ببقى خايفه مشاعري كده بتبوظ مني. ايوه انت فعلا مشاعرك باظه منك خالص. طيب اقول لك حاجه،
خد رقمي وابقى كلمني بس بعد الساعة 4 عشان أكون خلصت شغلي في البنك. أنا عايز أعرف أنت جايبة الثقة دي منين؟ ده أنت شبه كلب البحر. كلب البحر؟ أيوة كلب البحر اللي بينطق الكرة على مناخيره، وأنت برضو تقدري تنطقي، بس أنت بتنطقي الحجر من ريحتك كده؟ طب أنا مخصماك. اتفلقي يلا غوري في 60 داهية. أنت كنت فين يا ابني أنت؟ أنا ما كنتش متخيل إن مستوى حمامات البنك هايل بالشكل ده. حمامات البنك؟ أنت دخلت كل حمامات البنك؟ تصور إن كل دور في البنك فيه حمامين، واحد رجالي واحد حريمي. والله أنا مش عارف أشكرك إزاي على المعلومات الهايلة دي. ما تشكرنيش، أنا أشكر البنك فعلاً. يا ابني أنا مش بعتك عشان تقفل الكاميرات اللي في وحدة التحكم. أيوة يا عم، ما أنا قفلتها في إيه؟ بس فضلت أتمشى بقى في البنك، حسابات تشيلني وشؤون قانونية تحطني، لحد ما انجذبت لحمامات البنك. ونشأ بينا عشق ملوش حدود كده. تخيل ان حمام المدير فيه بانيو. اخرس بقى اخرس وبطل الكلام الاهبل ده عشان الرهائن ما يستخفوش بينا، برستيجنا قدامهم. احنا خلاص خدنا كل الفلوس اللي في البنك وحطيناها في الشنطه دي. طب هات الشنطه وهات باقي الرجاله من جوه عشان يتقبض عليكم زي ما اتفقنا مع المعلم سيد. حاضر. هنمشي دلوقتي؟ ما تخلينا شويه يا اكس. خلينا ليه واحنا خارجين؟ اصل الساعه لسه 4، هنروح دلوقتي نعمل ايه يعني؟ سامع اللي انا سامعه؟ ايوه. ايه ده البوليس جه؟ بس انا برضو مش عايز امشي. طب ايه رايك نمشي دلوقتي وابقى اجيبك في الويك اند؟ بيبقوا قافلين. يلا يا مليجي دوس على الزرار. بس وعد هتجيبني في الويك اند. يلا بقى. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم سبايا. النهارده معانا حلقه اجراميه فريده من نوعها، سيد معزه. سيد معزة قام باغتصاب خاله واغتصاب عمه، وما اكتفاش بكده، لا 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 لا، المجرم ده سرق تيشيرت ابن عمه. ليه؟ ليه يا سيد عملت كده؟ ليه سرقتي تيشيرت ابن عمك؟ ايه ده؟ ايه ده حضرتك بتقولي ايه؟ انا ما عملتش حاجة من اللي حضرتك بتقوليها دي. سوري. صور من الاول تاني يا ابني. يلا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم سبايا. النهارده معانا حلقه اجراميه فريده من نوعها، سيد معزه. سيد معزه كان داخل بيته يتطوح اخر الليل، وفجاه طلع عليه جني، قام باغتصاب الجني واغتصب خاله وعمه واغتصب تيشيرت ابن عمه. ليه؟ ليه يا سيد اغتصبت تيشيرت ابن عمك؟ ليه؟ يا دي النيلة، يا دي النيلة يا ست سام، انا مش جاي في قضية اغتصاب، انا جاي في قضية سرقة بنك. سرقة بنك؟ انت مش ندمان يا سيد؟ لا مش ندمان، انا ندمان على حاجة واحدة بس. حاجة ايه؟ اني ما قتلتش اللي اسمه مستر اكس ده، بس انا مش هسيبه، هقتله يعني هقتله، وبعد ما اقتله هختصب التيشيرت بتاعه. اكس يا اكس، انت قاعد بتعمل ايه؟ ما بعملش. الله، وصوره مين دي اللي في ايدك؟ دي صوره ماي داد. ماي داد؟ ماي داد، ماي داد، انا سمعت الاسم ده فين قبل كده. اسم ايه؟ ماي داد يعني ابويا. مش بقولك سمعت الاسم قبل كده صح؟ ده انت فصيل فصلان يا اخي. انا فصيل؟ هو انت يعني كنت بتعمل حاجه وانا فصلتك وخرجتك عن تركيزك؟ ايوه طبعا كنت بعمل، كنت بفتكر ذكرياتي مع بابا. ايه ده اكس، انت عندك مشاعر وكده؟ ايوه طبعا، مش بني ادم. طب بدل ما احنا قاعدين كده ما بنعملش حاجه، ما تحكي لي ذكرياتك مع باباك. والله يا مليجي، انا ملخص حياتي مع مايداد في قصيده صغيره كنت كاتبها له قبل ما اقتله. قتلت ابوك وانا اللي بقول عندك مشاعر؟ ما انا قتلته من حبي فيه. ازاي يعني؟ احنا كنا في عمليه سطو وسمعنا صوت البوليس بيقرب، وهو كان تخين يعني ما يتخيرش عنك، ما بيقدرش يجري، فقتلته عشان البوليس ما يمسكوش. يا انت كبرت في نظري قوي. طبعا يا ابني، ده ابويا. اسمع بقى القصيده يا سيدي. بابا ماي داد، كنت في الاجرام التوب. بابا ماي داد، لو حششت هو اللي بينور لي الشوب. بابا ماي داد، شافني كتير مع بنات وعمره ما قال لي ستوب. بابا ماي داد، في التاكتكس اجمد من يورجن كلوب. بابا ماي داد، هو اللي علمني معنى الحب، روح للناس يا هوب. يا الحب دي اللي هي الحب عندنا؟ ايوه، وانا بعرف اقول حب عادي بس قلتها هوب عشان القافيه يعني تمشي. طب تصبح على خير. ايه هتنام وتسيبني؟ مليجي انت لحقت تنام؟ يلا نام انا كمان. جوليان
جوليانو، يا جوليانو. نعم يا زعيمة. خدت بالك من اللي أنا خدت بالي منه؟ طبعا يا زعيمة. طب وإيه رأيك؟ رأيي إني لازم أخرج حالا. تخرج تروح فين؟ أروح أرجع صاعق الناموس اللي إحنا جبناه. صاعق ناموس؟ أيوة، ما أنا خدت بالي زي ما أنت خدت بالك إن صاعق الناموس ما بيصعقش. والله ما بيصعقش؟ آه والله يا ريسة، مع إني كل ما بعدي من قدامه بيصعقني. جوليانو يا حبيبي، أنت هتفضل غبي كده لحد إمتى؟ أنا ما أقصدش صاعق الزفت، يهبل يهبل. أمال قصدك على إيه؟ قصدي على البرنامج اللي كان شغال دلوقتي. بتاع سهام وحيد؟ أيوة بالظبط. خدت بالك بقى من اللي اتقال؟ يعني وإيه ده اللي يعني؟ خدت بالك ولا لأ؟ الصراحة لأ. المجرم قال إن الحاجة الوحيدة اللي هو ندمان عليها إنه ما قتلش مستر إكس. ياه، الحاجة اللي ندمان عليها إنه ما قتلش. واضح إن الراجل ده كان مجرم من مجرمين الزمن الجميل. أنا شايف يا زعيمة إنهم يخرجوه من السجن عشان يحقق آخر أمنية ليه ويقتل اللي عايز يقتله، وهو لو مات يموت وهو مبسوط. أنت مفيش فيك فايدة، مفيش فيك فايدة. الله، طب أنت بتضربيني ليه دلوقتي يا زعيمة؟ عشان يا غبي الراجل قال إنه عاوز يقتل مستر إكس، يعني إكس ليه علاقة بعملية سرقة البنك. يعني إيه؟ يعني اطلع برا دلوقتي وسيبني لوحدي. يا ترى بقى إيه علاقة إكس بسيد معزه؟